وصل الحل؟ طريقة التعويض. طيب لو يعرف ممكن المعادلة الثانية أو المعادلة الأولى منها بنعوض تمام؟ انا باخد السين تربيع كلها بروح بقى اعوض فيها. تمام؟ معليه بال 99 2 مع ال 98 وال 3 مع 97. قوه الملاحظه اللي عندي داوس كانت بتكون تشد شويه. اللي السنه لقيته هي فرصه بعيده عن الكتاب. تمام؟ ما راح يطلعوا عن الكتاب. شفتيش حالك انك تطلعي كثير برا وتشوفي فلان، لكن ما بتسمعي اللي حواليك، بتتوقعي. الإنجاز هو أن نحقق وجوداً لفلسطين من ضمن الخمسين معلم على مستوى العالم، لأنه الاختيار من بين عشرات الآلاف. ربما المرحلة القادمة هي أيضاً مرحلة مهمة، هي اختيار 10 من 50، لكن أنا بعتبر أنه وصولنا كخمسين من ضمن عشرات آلاف الطلبات التي تقدمت لهذه المؤسسة هو إنجاز كبير. أنت طريقة تفكيرك هي اللي بتحدد ما هو نوع السؤال المقدم اللي وين بدي احكم عليه. وسهلة بتختصر في الوقت، ولكن تحتاج الى انه انا اركز يكون وانه انا شو راح يصير. هو امتحان كاي امتحان. كان في عندي مشاكل كثير كبيره انا بواجهها في عملي هنا في المدرسه، منها انقطاع التيار الكهربائي اللي بيعوق توظيف التكنولوجيا في التعليم، منها الحصار المفروض. طبعا انا بسبب الاحتلال الاسرائيلي انا منعت من حضور التكريمين اللذين اقيما في الضفه الغربيه. بحاول بقدر الامكان ان اكسر الحصار الموجود على قطاع غزه من خلال التعليم، دمج الطالبات مع العالم الخارجي، لانه حق كل طالبه ان تعلم ماذا يدور حولها خارج قطاع غزة. الواحد أضرب وضعه. خلص. عم بيتش عم جمعت من طالبة رنا تطمح لتعليم يواكب كل المستحدثات سواء كانت معرفية أو تكنولوجية بالرغم من الصعوبات. أيضا أطمح بأن تكون هناك إنجازات فلسطينية دائمة، أن يعلم العالم ماذا يحقق المعلم الفلسطيني بالرغم من كل الظروف، خاصة من ظروف الاحتلال.